مدام رانا نحكيو على السينما ونحكيو حنا نمشي لسي كمال عويجه. اهلا وسهلا بك يا كمال. مرحبا بك. قدم الميكرو على كمال، هذا دومينك وتعرفوا مش نقعد انا نقول سبا تو نسمع في صوتك مليح. كمال قدم لنا روحك. كمال عويجه بيان دو 29 اليمي وقريت سينما، عملت فورماسيون سينما، خرجت في 2013. غرامي الإعلام بدأ من 2007، كان عندي إذاعة على الإنترنت اسمها إذاعة اسمي. وبعد انتقلت من إذاعة على التلفزة على الويب. اسمها ميوزيكانا. هي أول قناة مختصة في الموسيقى على الويب. وبعد كيفاش جاتك الفكره كمال؟ الخاطر انا فيو معناها شفتك في الراديو، وبعد من الراديو التجربه نتاعك ما توصلتش، وقعت لك برشا مشاكل، وانت بجودك معناها تقلقت وحز في نفسك وتا ديبريمي، معناها جاتك فتره معناها نفسيتك تعبت برشا، خاطر ما لقيتش شكون يساندك وما لقيتش شكون يشجعك من الاول. اما توا الحمد لله يا ربي، الحمد لله. ملي عملت الشين تلفزي على الويب معناها ايه كيفاش جات الفكره تاع الشين تلفزي على الويب؟ وقت كنت نقرا في السمع البصري، قلت علاش لي ما نعملش تجربه ندخل تلبسة على الويب، بعد نعمل تجارب على تلبسة، نعمل برامج وإلى غير ذلك على الويب، نعمل فيها على اليوتيوب، مش على اليوتيوب وعلى لايف ستريمينج زيادة. وتوا حاليا رئيس تحرير موقع ميوزيكانا نيوز، أول موقع مختص بالموسيقى، موسيقى والثقافة في تونس في العالم العربي. بديه في 28 شهر في 2016، الحمد لله خذي ثلاثة كبيرة من تونس، من وطن العربي، مع الناس كل حبوها معناتها. واش تحية لكل قراء الموقع بتاعي، قالوا شكرا اللي مازالوا متفاعلين معاك يتفاعلوا معنا من تونس، من الخارج تونس إلى خير ذلك. أيضا نتيجة نقول معناتها فما بعض أخبار تجينا حصريا معنا احنا، تتعامل معناها مع شركات وفضائيات معناها خاصة ولا كيفاش؟ ولا مع فنانين هم اللي يساعدوا فيك ويعاونوا فيك. ونعمل لقاءات مع فنانين واعلاميين الى غيرك. حبيت شوفك انا ساعات هكا، الحاجة المزيانة في العمل نتاعك كمال انك تاخذهم من الاماكن التونسية، معناها اما في ولاية تونس، وتحاول حتى على مستوى التصوير، على مستوى مثلا الحصة اللي تقدمها تكون معناها في اماكن تشد بالحق الناظر وتخلي حتى معناها تحبذ السياح باش يجيو تونس. يعني انت كما نقولوها طموح. لا معناها الاهداف نتاعك حلوه، يعني ماكش جوست معناها استضفتك الضيف هذاك جوست باش تصوروا وكهو، معناها باش فما حاجات اخرى معناها ترنوا من وراءها باش تحقق لربما توصل صوره تونس المزيانه كوجهه سياحيه حلوه. انا تو كنت عندي قدم برنامج على الويب على اليوتيوب اسمه كيمو شو، بديتها في جانفي 2016، عملت فيها 9 حلقات وعملت 8 حلقات في الأردن، وبيندو إن شاء الله الموسم الثالث إن شاء الله عن قريب، في لقاءات مع إعلاميين فنانين إلى غير ذلك. الحمد لله نجحت الموسم الأول والموسم الثاني في رمضان وفي الشتاء. شكون كان مثلا من ضيوفك اللي أثوا سهرات وحسيت بالحق فريمون معناها تعطيتك سهرة حلوة؟ والله فما اعلامي، فما من اعلاميين، فما من فنانين. شكون مثلا من اعلاميين؟ من اذاعه خاصه اللي في تونس، نشر تحيه ملك خالتي وزينة سيدي، الفنانه يسرى سكري، الاعلاميين في الجزائر، وعديد من الضيوف معناها الحمد لله. بيه يعطيك الصح. برشا موفيجات. وتوا كنت في 2015 عم نعمل اندست فيلم قصير اسمه فيسبوك لو فيلم تو. عملت علاش انت بالحق تطرقت لظاهرة الخيانة على الفيسبوك؟ صحيح كثرت ظاهرة الطلاق وظهرت ظاهرة يعني المشاكل الزوجية ولا المعنى الفيت كوبل ولات بالحق مهدل، خاطر الناس اللي غالب تحب تاخذ كان الجانب التكنولوجي الحديث كان باللي كوتي معناها نيجاتيف، ما تاخذهاش بجانب ايجابي مثلا باش تتواصل مع عبد لربما ينقص عليك فاتورة التليفون ولا يقرب لك المسافة ولا تاخذ تستقي معلومة ولا لا، ياخذوها على الشات وتلقى معناها حوارات لربما توصل حوارات ساخنة وتقلق في المعنى تدخل في مسار معناها العلاقات الزوجية
وتوصل حتى الى حد التلاق يعني برشا الظاهرة هذه كثرت. ايه هو عملت فيلم بجزء اي الجزء الاول الجزء الثاني. الجزء الاول عملته في 2010 والجزء الثاني عملته في 2015. فيسبوك الفيلم يحكي قلت قبل يحكي على الخيانة الزوجية. عملته في الجزء الاول نفس في الجزء الثاني نفس الاستوار معطى في الجزء الاول والثاني. اما تختلف القصة معطى من الاول entre l'homme et la femme والجزء الثاني بالعكس. عملته بالعكس. عملت شو حبيت توصل الراجل يجبد في البلاي ولا المرأة تجبد في البلاي؟ والله اني شوف الفيلم هو لا يحكم الجمهور يحكم معناته مش انا نحكم معناته. توا عاد مع القانون الجديد ما عندكم تحكموا توا حتى بس تاخذوا على 6 شهور حبس كمال هذايا ما تخلش في ال بالحق خاطر بطبيعة الحال كوثر بالحاج كشنو في دورة دور دورة البطولة في الفيلم الثاني فيسبوك الجزء الثاني وجهة تحية كوثر بالحاج عديد من الممثلين هاويين ومعناتها هو من عندي شيء خاص كنت نتمنى نعديه معناتها في المهرجانات السينمائيه الى غير ذلك. شنو العائق؟ علاش ما عديتوش؟ قدمت الايام عملنا قدمت ايام خطر سينمائيه السنه في قالوا لي تم قبول الفيلم بعد في اخر لحظه قالوا لي تم الرفض. بلاش فما نقص ولا ما قالوا لكش السبب. هي مشكله بالحق مشكله كيف واحد يقدم اغنيه يقولوا له لا ما قبلناهاش سواء في مهرجان الموسيقى والا في الفيلم. مشكله بالحق يا خويا كي ترفض الدوسي وما قولوا علاش بلكش فما نقائص احنا نحبوا نداركوها ونكرروا التجربه العام الجاي. علاش تخلي معناها الشخص هذاك قد ما خدم تحبته من الاول يعني ما يخليهوش يكمل؟ هذه بالحق اشكاليه كبيره راه قد ما نحكي فيها. انا نعذركم بصراحه متوراني لهي نكف الدرجه نحلي